في الختام خليني أقول أحبائي المشاهدين، من مدينة القدس أورشليم كل الغرض من التجسد أن يأتي إلى أورشليم، أن يموت على الصليب ويقوم من الأموات، حتى طبعا يعد شعب جديد، شعب خلاص، ويعطينا الحياة الأبدية. فهذا ليس صدفة، كان موضوع الكتاب، موضوع الأنبياء، في سر الله الأزلي، حل في ملء الزمان. وفعلا جاء المسيح كإنسان، أهم في الموضوع أظهر لنا الآب ومحبته، لكن أظهر لنا خلاصه الكامل، إذ جاء وضحى بنفسه وقدم نفسه فدية عن كثيرين. وأنت ماذا فاعل في هذا الأمر؟ هل تشكر وتسبح الرب؟ لولا تجسد المسيح وكونه إنسان كان ما في أي إنسان بعيش على هذه الأرض، كلنا نذهب إلى الجحيم. لكن نشكر الله رغم كل محاولات الإنسان في القديم والحديث ورانا الطريق، كانت مبادرة إلهية أن الرب يجي بنفسه إلى الأرض ويقوم بالعمل حتى أنت وأنا نتمتع بالخلاص الكامل. الرب يباركك من أورشليم. من جبل الزيتون أورشليم القدس أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.